عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في قناه سميره حديد طول الطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غندير لكم هاد لاسوب اللي تجي رائعه واللي لازم تكون عندنا. تنبغيو نغيرو في شهيوات رمضان، تنبغيو نغيرو. دونك ماذا بينا تكون عندنا هذا دي سوب كتار باش كل مره نديرو حيده، كل مره نوعو الطبله ديالنا. اليوم غنقدم لكم هاد لاسوب بالخضره مقطعه، نتمنى انها تعجبكم. السلام عليكم. دونك كيف قلنا هنايا غنديروا اون سوب لي بالدجاج والخضره. عندي هنايا معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال زيت العود، غادي ندير عليها معلقه ديال الدقيق، غادي ندير عليها معلقه ديال الدقيق، باش نديروا لو غو. هاد العمليه تنسميوها لو غو باش نعقدوا لاصوص ديالنا تتعقد. هلا فوالا، بهذه الطريقه هذه غادي نزيد عليها البورو، نضيف على البورو، غادي نخلي هادشي كله يتشحر. نخلي هادشي يتشحر لي شويه، كتشحر لي البورو. وغادي نضيف الدجاج مقطع، عندي دي مورسو ديال الدجاج مقطعين قياس اللي بغيتو، طريفات ديال الدجاج مقطع. عندي الخضره مقطعه، عندي القياس ديال جوج خزويات مقطعين صغيور، عندي جوج الفتات مقطعين، جوج بطاطات بيضين مقطعين، وعندي قبطه ديال الكرفس والمعدنوس، وعندي سكنجبير طري، وعندي الملحه والابزار، وعندي شويه ديال عصير الحامض، القطعه ديال عصير الحامض. وغادي تشحر لي الدجاج ديالي مزيان، عاد غادي نضيف عليه الخضره نخلي هادشي يتشحر ويتلبس لي بداك الدقيق، يتلبس لي بداك الدقيق. دونك انا غنشحرو مزيان ونتلاقاو ان شاء الله ملي يتشحر. هنايا شحر لي سميتو الدجاج ديالي والبرو، غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال عصير الحامض، غادي نضيف جوج معالق ديال الصويا صوص ديال صوص صوجا، نخلط مزيان. غادي نضيف الملحة والإبزار، الملحة والإبزار، وعندي سكنجبير طري، وعندي الخضرة ديالي اللي مقطعة قلت لكم، اللفت وخيزو والبطاطا بيضة. Thank you.
درت الخضره ديالي كلها وحرك مزيان حتى تشبع لي ديك العطريه وبحال صوتي فيها مزيان. وعاد من بعد غادي نزيد دابا جوج رويصات صغار ديال الثومه، نضيفو جوج رويصات صغار ونضيفو الماء القياس ديالنا اللي غادي طيب لنا فيه لاصوص ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. دابا انا غنضيف جوج رويصات ديال الثومه وقبطه ديال الكزبر ومعدنوس، ما تنساوهاش قبطه ديال الكزبر ومعدنوس. الماء الكافي اللي طيبنا لاصوص دونك غادي نغطيها وغادي نخليها طيب. غندير القبطه ديال القزبر مع الدنوس وغادي نغطيها ونخليها طيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. لا سوب ديالنا هي هذه، انتوما طريفه تاع الدجاج والخضره مقطعه والريحه هائله ما نقول لكمش عليها، تجي غزاله وبالصحه والراحه.